يا شيخ إذا كان لك أقارب وهم قريبون منك حق القرابة، أنا ساق الرسالة بخط صاحبها، لكن استطاع الشيطان أن يوقع بينهم ويفرق بينهم، وأنا أحد أولادهم، ومن جراء هذه الفتنة التي وقعت تفرقوا ومنع أولادهم من الزيارة لبعضهم، وأنا حفاظا على قوله الرحمة من اسمي فمن قطعها قطعته ومن وصلها وصلته، فما هو الواجب علينا نحو ذلك؟ جزاكم الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى وآت ذا القربى حقه. الله سبحانه وتعالى جعل للأقارب حقا واجبا بعد حقه سبحانه وتعالى وبعد حق الوالدين. وما ذكره السائل من أن الشيطان أوقع العداوة بين هؤلاء الأقارب حتى وصل بهم الأمر إلى أن منعوا أولادهم من زيارة أقاربهم، فهذا أمر لا يجوز أن يحصل بين المسلمين، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فإذا كان هذا في سائر المسلمين فكيف بالأقارب؟ وجاء في الحديث أنه حينما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى فإن الله يغفر للمسلمين سيئاتهم ما عدا اثنين كانت بينهما مشاحنة، فيقول سبحانه وتعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. إذا كانت قطيعة الرحم والمشاحنة تمنع مغفرة الله سبحانه وتعالى للسيئات، هذا خطر عظيم. فالواجب على أقاربكم التوبة إلى الله والمسامحة فيما بينهم ورجوع المودة فيما بينهم، وأن يستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وأما موقفكم أنتم فموقف النصيحة، عليكم بالنصيحة وإصلاح ذات البين، وأنتم على أجر عظيم في ذلك إن شاء الله. ولا تقطعوا زيارة أقاربكم امتثالا لقول آبائكم، فإن هذا من المعصية، قطيعة الرحم من المعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فعليكم بصلة أرحامكم وزيارة أقاربكم مع مناصحة آبائكم وأقاربكم الذين حصل بينهم ما حصل من العداوة، لعل الله أن يكتب على أيديكم الصلح ويكتب لكم الأجر. يقول أيضا في ثنايا رسالته وفي جزئيته الأخرى أرجو التفضل بتوجيه حول حق رضا الوالدين وحق صلة الرحم وأيهما أرضى. الحقوق بالترتيب، أولا حق الله سبحانه وتعالى، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم حق الفقراء والمساكين. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا حق الله. ثم قال وبالوالدين إحسانا، هذا حق الوالدين. ثم قال وبذي القربى، هذا حق القرابة. الرابع حق اليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه الآية الكريمة تشتمل على 10 حقوق، ولهذا يسميها العلماء آية الحقوق العشرة. والشاهد منها أن الله ذكر حق الأقارب في المرتبة الثالثة.